بالخير الذي نتمناه لأنفسنا ولحضراتكم. بنعود مرة أخرى لضيفنا العزيز سيادة اللواء سيد هاشم المدعي العام العسكري الأسبق وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لقانون العقوبات. وقفنا يا فندم قبل الفاصل عند هل مسألة الميزة اللي موجودة في القضاء العسكري، هذه الميزة فكرة السرعة، سرعة الإنجاز دي بتضمن يعني كيف لنا نحن المدنيين بعد كل هذه الثقافة القانونية اللي عرفناها نضمن إنها لا تأتي على إهدار أي من حقوق التقاضي للمتهم؟ لأن الدستور والقانون هما اللذان يحددان الحقوق والضمانات، فإن نحن قرأنا كل منهما نجد أن هناك حرص على أن يكون القضاء مستقلاً حتى يستطيع أن يوفر الحيدة والعدل وعدم قبول أي ضغط أو تأثير، وأن تكون المحاكمة منصفة وأن تكون متفقة مع الحقيقة وأن تكون عادلة إلى آخره. القضاء العسكري فيه هذا الاستقلال؟ تماما. يعني إحنا لو بصينا الأول هنلاقي في الدستور المادة 204 من الدستور بتقول أول القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، دي أول مادة. فإذا بصينا القانون القضاء العسكري بقى اللي صدر في هذا الموضوع تطبيقا للدستور هنلاقي المادة الأولى من القانون القضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة، ونلاقي المادة الثالثة بتقول القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وضباط القضاء العسكري عدا عضو النيابة العسكرية برتبة الملازم أول غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي الذي نص عليه القانون. الدستور والقانون. فأدي حاجة الجزء الأول أن القضاء مستقلون، محدش هيأثر علي، أنا مش هخاف من حد، سواء كنت هنا القاضي الجنائي العسكري أو القاضي السلطة العامة اللي هو القاضي العام. الأمر الثاني أن الحقوق والضمانات للمتهم أمام القضاء العسكري هي ذات الحقوق والضمانات ودرجات التقاضي المكفولة للمتهم أمام المحاكم المدنية. الجنائية المدنية لا يوجد أي حق منتقص بأي حاجة. المتهم يدخل إن كان متهما بجناية ومعه محامي، فإن لم يكن له محامي عينت المحكمة له محامي، والذي يقوم هي تطلب ندب محامي له من نقابة المحامين، ونقابة المحامين عندها دور في الندب دوت، وتقوم يقدم المحامي طلبا للهيئة القضائية بتقدير أتعابه، وتقوم وزارة الدفاع بدفع هذه الأتعاب نيابة عن المتهم الغير قادر على وجود محامي، عن المتهم، ثم هي نيابة عن المجتمع الذي يريد أن يحقق العدالة للجميع. على ذكر المجتمع ده تحديدا، في تصور حضرتك إيه اللي غير المزاج الشعبي؟ ليه في الأول قبلنا بالصورة اللي ترمى لينا مصطلحات فيها كتيرة جدا مش بس القضاء العسكري يعني، وفجأة بعد التكشف وسقوط الأقنعة وكشف يعني طبيعة المؤامرة اللي تعرضنا ليها، الشعب نفسه برغم أن القضاء العسكري الحالي لم يبذل مجهود ولم يكن موجود في المشهد وربما لم نعد نتذكره بعد أداء لجنة الخمسين اللي أقرت الدستور اللي المصريين استفتوا عليه، ده معناه إن ده فعل إرادي شعبي بعيدا عن من يقدم نفسه، يعني ما كانش في حد بيشرح لنا وحدش بيقول. ده صحيح، ده صحيح. أنا قلت لحضرتك قبل الفاصل إن دعينا نلقي نظرة على المشهد داخل لجنة صناعة الدستور 50. وكيف أن كان الأغلب الأعم منهم هم من الإخوان الذين صدرت ضدهم أحكام. ده دستور 2012. ده دستور 2012. تمام. ظل هذا الهاجس يحمله دعاة الحقوق المدنية في المرحلة الثانية لوضع الدستور، أي دستور 2012. تمام. برضو مرة ثانية. طيب إيه اللي غير المشهد؟ ما هو كانوا بيقلبوا الأمور لما كان يقول لك في 12 ألف قضية. طب إحنا مرينا فترة بعد قيام ثورة 11 يناير لم يكن يوجد لدينا قضاء. ولا المحاكم اتحرقت. لم يوجد لدينا ضابط شرطة ولا قسم شرطة لأن أقسام الشرطة اتحرقت، وخرج المجرمون من السجون وبدأوا يمارسوا البلطجة في الشارع العام. حضرتك ما تقدريش تيجي من بيتك لهنا أو من هنا لبيتك
إلا في حماية القوات المسلحة التي خرجت لتحمي الشعب. أنا وتؤدي والقضاء العسكري يؤدي الشرطة دور. العسكرية كان المواطن بيلجأ للشرطة العسكرية لأن هي اللي كانت موجودة. ده صحيح. أنا عاوز بقى حضرتك إيه نرجع لنص مادة أخرى في الدستور مهمة وهي المادة 200. القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها. الله، ده إذن هي مهمة أمن قومي من البداية لما خرجوا الناس تطبيقا لهذا المبدأ. ده مبدأ دستوري أوردته كل الدساتير، مش الدستور ده بس، ده واللي قبل منه واللي قبل منه. يعني القوات المسلحة مسؤولة عن الأمن الداخلي، يعني هو على رأي الرئيس السيسي لما بيقول الله، وانا يعني بيقولوا لي الامن الخارجي والقوات المسلحه، اذا كان الخلل جاي لي في امني من الداخل الا التفت له مثلا؟ يعني فاحنا اذا القوات المسلحه حين صدر القانون الجديد الذي اناط بالقضاء العسكري سلطه حمايه المرافق العامه للدوله وانها في حكم المنشات العسكريه، انما جاء تطبيقا للدستور في ان الدولة في أدنى القوات المسلحة منوط بها حماية البلاد كلها، وأن هذا أنا مش بستمد حقي كله من الدستور، أنا الدستور بيحط لي المبدأ والقاعدة العامة ثم يأتي القانون مفصلا لذلك. تمام. وأنا بذكر أن القانون رقم 1 سنة 2011 كان أعطى صفة الضبطية القضائية للرجال القوات المسلحة في الطريق حتى يضفي المشروعية على قيامهم بأعمال القبض والضبط، وهو هنا ده برضو إعمالا للمبدأ الدستوري اللي بيقول هذا الكلام. إذن الصورة والكلام اللي اتقال كان يقصد به الإساءة إلى القوات المسلحة ويقصد به الإساءة إلى القضاء العسكري لثأر بين الإخوان والقضاء العسكري، هذه من ناحية، ولعدم يعني الإخلال بالثوابت. دائما الآن نقول أن القوات المسلحة هو عمود الخيمة الباقي الذي يدافع عن هذه الدولة، هم يريدوا هدم هذا. النهاردة لو تشوفي كده المحيط بينا كله وتشوفي الجيوش ودورها إيه، يا سلام، الجيش العراقي اتصرف عليه 100 مليار دولار، أين هو؟ غير موجود، محتلة داعش للعراق ثلاث ارباع العراق هو في تعمد لاهدار المال العراقي. ال- 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 الجيش السوري دوره ايه مع شعبه والى اخره؟ اليمن سمعت معلومه وانا جاي لحضرتك ان 50,000 مجند يمني لم يدخلوا يوما معسكرا للقوات المسلحه وانهم يتقاضون امورهم. يعني انت ما عندكيش جيوش فعلا ابدا في المنطقه العربيه الا هذا الجيش الذي هو عماد الحمايه يكاد يكون للمنطقة العربية، يعني هو أمن. يعني أنا شفت بوشناق وهو بيتكلم مع منى الشاذلي بيقول لها إيه، بتقول له أنت لا مستعد أجوب كل قرى مصر إلى آخره، قالت له ليه؟ قال لها لأن مصر لو ضاعت باي باي للعالم العربي كله، مصر حجر الأساس، مصر حضارة آلاف السنين، مصر مبدعة التاريخ، مصر هي التي يعني حضرتك لما تشوفي كده تزوري الأقصر وتشوفي بداية الحمل للمرأة في كله الأناتومي كله كان متصور عند قدماء المصريين من 4000 سنة يا أستاذ أماني، دورة الشمس كلها وأيام 365 يوم دي كلها موجودة على الجدر. صحيح، بس الشعب استحضر يعني هذه الحالة الحضارية فجأة ليه؟ هو لو دلوقتي بيطالب، لو جبت أي زبال وحكيتي جلده تلاقي تحت منه حضارة 7000 سنة. هذا الشعب لا نستهينه بذكائه، لا أنا لا هو الذي خرج يوم 30، هو اللي خرج. لا الشعب دلوقتي يعني أنا أسفة أن أنا أقول كده، هو سابق مباشرة الجميع، الجهاز التنفيذي بالكامل هو سابق ليه، المحافظين، وهو ماشي فقط وراء الرئيس وينتظر منه الإشارات يعني. أيوة، فالمسألة واضحة بالنسبة لي. الفقاعات كما قلتي من قبل الآن بالضبط لإدراك الحقائق. بس أنا كمان معنية، هل الحرب على الإرهاب، هل الإرهاب اللي بتعيشه مصر دلوقتي كان واحد من الأسباب اللي دفعت الشعب المصري أنه يرجع هو بنفسه يقول إحنا عايزين القضاء العسكري يخلص هذا الكم من القضايا ويتولاها؟ ده يقينا. الفرق ما بين مرحلتين، حين ابتدأ
يطلب من القضاء العسكري أن يؤدي دورا محجما. أهلا وسهلا، أنا لا أتقاضى أجرا عن كم القضايا اللي بفصل فيها، والاختصاص الولائي أمر يتعلق بالنظام العام. وهنا حتى أنا النهاردة لو أنطت هذا الأمر استنادا لنص المادة 200، أنا أظن أن ستكون هناك شبهة لعدم دستورية. ولذلك جاء القانون يعني احتراما للدستور والقانون، احتراما لكل قيم عرفناها، لما قال هذه الأمور: تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وبما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها. ما هو دي الممتلكات اللي بيستهدفها التنظيم وأتباعه؟ لا، أنا بتكلم ما يدخل في حكمها، لأن المادة 204 بتقول إيه الفقرة الثانية: ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات قوات مسلحة أو ما في حكمها. اللفظ هنا هو نفسه، هنا مطابق هنا وصولا لاحترام الدستورية، لأنه أبدا لن يكون في عهد السيسي شبهة خروج على الدستورية. وهذا النص إنما جاء متناغما مع نص المادة 200: من المسؤول عن حماية مصر كلها؟ القوات المسلحة. القوات المسلحة. ويأتي هذا القانون تطبيقا للقوات للدستور في هذا الأمر، في أنه شأن من شؤون حماية الأمن القومي في الداخل لكي يوفر. المادة الثانية بقى إيه؟ هو بيقول أنا بدور على أني أحمي هذا الشعب وأحمي الخدمات والمرافق اللي بتأديه. وعلى فكرة هو هنا المعيار الذي استخدم هو معيار مجلس الدولة والقضاء الإداري في تحديد المرافق والخدمات التي يجري حمايتها، وهو أن تكون ملكا للدولة وتحقق منفعة. طب خليني أسأل حضرتك السؤال من الطرف الآخر، يعني كيف كان القضاء العسكري أو ما هو حال القضاء العسكري في المراحل السابقة، يعني مثلا نقول قبل 25 يناير، وما الذي طرأ من يعني تغيير كما طرأ التغيير على كل يعني مناحي الحياة في مصر على القضاء العسكري؟ احنا كنا يعني في كم مؤتمر العدالة الأول عقد في 1981، وكنت حاضرا في هذا المؤتمر، وفي حوارات قالوا أن القضاء العسكري ينقصه فيما يتعلق باستقلاله وفيما يتعلق بكذا وكذا وكذا. فأنا خاطبت زملائي قلت لهم راجعوا قانون السلطة القضائية، شوفوا كيف بدأ وكيف انتهى. الآن يعني إضافة الضمانات والحقوق والحريات هي مسألة تطور المجتمع. المجتمع يبحث عن مصالحه، فمصلحة المجتمع في عدالة منصفة ومنجزة، أن تكون هناك ضمانات كافية في هذا القضاء، هي التي دفعت لهذا التطور. أولا أنا أريد أن أشير إلى أن ما يطبقه القضاء الجنائي العسكري هو نفس القواعد الإجرائية التي يطبقها القاضي الجنائي العادي جدا، أي أن ضمانات المتهم واحدة. المتهم الجلسة علنية يحضرها كل من يريد أن يحضر، لأن في ذلك رقابة من الرأي العام على أعمال القضاء. حضور المحامي ضروري حين يستلزم قانون الإجراءات حضوره، أي أن يكون متهم في جناية أو أن يطلب حضور المحامي، والمحكمة تندي له المحامي كما قلت لحضرتك. يجري تحقيق دفاع المتهم في سماع شهود والإتيان بشهود شأن ما يحدث في القضاء العسكري ما يحدث في القضاء العام. كل طلبات الدفاع ودفوعه يجري العمل على إنفاذها طالما أنها في إطار القانون، بما فيها رد المحكمة. أنا بقول أنا مش مرتاح المحكمة دي لأسباب كذا وكذا، فتتنحى وتنظر محكمة أخرى. نفس القواعد اللي بيطبقها قانون الإجراءات هي اللي موجودة هنا. الأحكام حتى لو كانت، أنا عندي مبدأ علنية الجلسات قد يجري الانتقاص منه وفقا لقانون الإجراءات إذا كان هناك أمر مخل بالآداب على هيئة المحكمة أن تنظر في ذلك. بالضبط كده، وهي شغلة المحكمة بس هو اللي يقرر كده. طيب، لكن الحكم لازم يصدر في جلسة علنية، والحكم لازم أن يدون ويكتب أسبابه، لأن الحكم محمول على أسبابه، والطعن يكون للأسباب التي جاءت في الحكم. وعندي درجات للتقاضي،
أنا هنا بقى التطوير القانون 12 سنة 2014 جاء مطورا فغير من مسميات المحاكم. حضرتك وضحت جزئية مهمة جدا للعامة يعني غير المتخصصين، أنه في المحاكمات اللي بنشوفها للرئيس الأسبق مبارك، لحبيب العدلي، للإخوان دلوقتي، أن فكرة وجود المدعين بالحق المدني بتعمل إطالة لعملية المحاكمة. صحيح. وتأجيل في تأجيل في تأجيل، فتجعل المواطن المصري يستشعر أن العدالة غير ناجزة. هو يريد هناك يعني قضية مطروحة تحمل على أسبابها زي ما حضرتك ذكرت، نكون أمام موقف نهائي. عايز أسمع تعليق لأن الوقت خلص تماما. حضرتك بتقدر قد إيه يعني حظ وفرصة دولتنا، دولة مصر الجديدة الآن في القضاء على الإرهاب، خاصة أنه الإرهاب ده جزء من الآلة الاقتصادية يعني اللي الغرب بيلعب بيها طول الوقت، بيسميها أشياء كتير. أستاذ أماني، أنا يعني عاوز أشير إلى أن القانون والقضاء يستخدمان في القضاء على الإرهاب، والنموذج لهذا أنك تصدري تشريعا تحددي فيه اختصاص دستوري ولكن موسع إضافة لقانون القضاء العسكري في حالات معينة كي يتحقق السرعة. والسرعة هنا أمر تتعلق بحاجة، الردع. أنا عندي الردع العام والردع الخاص. الردع العام معناها أن أنا لما أشوف متهم صدر عليه حكم وتنفذ هذا الحكم، أقوم أنا بقى اللي بعيد عن المتهم ده أفكر لا ده مش كده. في بنتام، في عالم إنجليزي بيقول أن المتهم حين يقدم على ارتكاب الجريمة إنما يفكر ويوازن بين اللذة العائدة من ارتكابه جريمته وما بين الضرر من احتمال القبض عليه وعقابه. إذن سرعة الإجراءات وصدور العقوبة وتنفيذ العقوبة هي نوع من الردع العام، والشريعة الإسلامية تقول يعني شفاء غليل مجني عليه. الأب اللي ابنه مات والابن اللي أبوه مات، ما هو يريد أن يرى، وإلا بدلها إيه؟ الثأر والقصاص مثلا. الفوضى مش هو المشروع، المشروع كان عايز فوضى. بالظبط. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا بيك. اللواء سيد هاشم المدعي العام العسكري الأسبق وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لقانون العقوبات، نورتني والحقيقة سمحت لنا نفهم أشياء كثيرة. عايز أقول لحضراتكم وأنا بختم معاكم سريعا جدا، أرجوكم تلمسوا قدر التفاؤل الموجود في الحلقة بتاعتنا، لأنه ببساطة وإحنا كان مشروعنا نفهم القضاء العسكري وتغير المزاج العام، انتهى بينا الحال إن إحنا نبقى متأكدين من حاجة مهمة قوي. الجزئية الأخيرة اللي قالها سيادة اللواء، المصري بثقافته الدينية بثقافته الإسلامية هو عايز يشفي غليله، بس بعيدا عن الأجندة الأمريكية اللي بتحول المسألة من قانون وقضاء هم شركاء في الحرب على الإرهاب لفوضى، لأن العين على تقطيعنا، وتقطيعنا منين؟ من جوانا. علشان كده ده لب الحكاية، القانون والقضاء جزء من الحرب على الإرهاب. علشان القانون والقضاء يعملوا ده لازم يكونوا سريعين، لأنه القصاص والوصول إلى إنهاء الأمور هو ده اللي بيشفي الغليل، البديل اللي الغرب عايزه. عشان كده بيضرب في الحكاية وبيضرب في القضاء السريع والمنجز. عايز إيه؟ عايزنا نثأر في الشارع، نتحول للفوضى الخلاقة علشان يضرب المجتمع من جواه. غدا يتجدد اللقاء.